السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من مهنة لاعب. شكرا على كومنتاتكم وتفاعلكم ولايكاتكم في المقاطع الماضية. من بين هذه الكومنتات جاني كومنت من أسامة يقول لي يا سلام عليك، جهز نفسك للمباراة الجاية ضد دورتموند. دورتموند كتب لي لأن خطيت فيها في الحلقة الماضية وجالس يطقطق، لازم تصنع اثنين وتسجل اثنين ضدهم يا رجال. ولا شيء ابشر. وجميع من كتب بدون استثناء والله اشكركم جزيل الشكر. طبعا هذا تقويم لهذا الشهر، عندنا مباراتين على الخفيف كذا، مضيف وضيف، وبعدين نضيف دورتموند. مثل ما انتم شايفين يا اخوان المنافسه 48-46، وحنا المركز الثالث، هوفنهام 38، وباذن الله راح نجيبهم. وضعي مع المدرب شعره ويقول لي اجلس في الدكه الطيب. هذه تشكيله الفريقين ونقول بسم الله. الله الله يا الجمهور، الله الله يا الملعب، لازم شمس تخرب ابو الجو. شوف هذا حاطين ليزر في عينه ولا ايش؟ ويلا على بابك يا كريم. ايش رايكم بالله عليكم، ايش رايكم يا اخوان، ايش رايكم وخر انا داخل متحمس اليوم. تكفى باليمين وهدف رائع. الله عليك. هذا الفريق يا اخوان ما هو بمستواي. اعطنا انتقال الى النتيجه. بسم الله 2-2. الله يلعن يا اخي، حرام، اقسم بالله يا حرام. وفوق هذا المدرب عاد يعصب. انا انتقال يا اخوان، خلاص بنتقل الحين تدريبات على السريع كذا ونضبط وضعنا مع المدرب، نضمن دخول دورتموند من بدايه المباراه. والله يا اخوان غبنا، اقسم بالله انها غبنا. شوف هذا اللي يلعبون 5 دفاع. والله انا حبيت اختصر عشان اجيب مباراة دورتموند لقطات كثيرة فيها. يا سلام انا هذه الملاعب اللي تجيب راسي. حلوة وين رحت؟ هي الله عليك. حلوة، طير 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 يا ناني. فوق كان فاتح. الله القتال، والله قتال يا اخوان. بيدي والله في يدي، ما حد شاف. الله 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 الله، انهي يا ابوي برجلك، انهي برجلك. 3-0 فزنا، الحمد لله. محاكاة وانا خايف. اعطيني دورتموند 5-0 دورتموند، يا الهي. هذه دورتموند 49 يا اخي، والله العظيم حرام يا جماعة على التعادل. والله دورتموند يواجه تحديا مع هوفنهام، ونعمل خبر والله. وهذه تشكيلتهم المحتملة وبسم الله، وانها المباراة المنتظرة يا اخوان. تيري تي لازم دخل جنسينا. أسامة يبى هدفين ويبى اسيستين، ونقول بسم الله يا صفاوة الملعب. ألف سلام عليك يا قالينو، في المباراة الماضية انصاب وطلع. الله عليك يا قالينو، الله عليك يا قالينو. الناس يبون مني أنا هدفين واسيستين. بداية قوية ضد دورتموند، الجماعة كلهم متحمسين معي، الفريق كامل متحمس. ناول باصات لين تقول آمين. لا معرفتك والله، صح عليك. لمسة فوقه، يا ركزوا يا شباب تكفون يا يمه. حارس تركيز، تكفى. العيد، انه العيد.
وحش جولدسون. لا تأخرت. ايش الطقعة هذه؟ حلو حلو. الله 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 الله. شكرا على الاسيست، شكرا. أسامة واحد من اثنين. الوقت يداهمنا والله، الوقت سريع. لا 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 لا. ايش تسوي الدفاع؟ يا سلام يا سلام، هي مرتدة. تكفى. ايوه هذا الاسيست، هذا الاسيست. مش لهذا ورب الكعبة، مش لهذا اني مطول المثلث اخر شيء. يا هوين، افا افا، ما علمتك على كذا. هيا هيا، اقول لك يا اهبل، ايش جابك انت؟ والله قمنا. يا سلام عليك يا حكم، يا حكم اصبر. هجمة صح عليكم يا دفاع، والله الجماعة مركزين. 2000 ايش فيه بطيء هذا؟ كفو. فوق فوق فوق. وربي يا شباب ان نعوض نعوض. والله فابيو وحش يا اخوان. شوف شوف المهاجم كيف يرجع وراء، وصير انا مهاجم بسرعة. ليه كذا؟ ليه كذا؟ وين رايح يا اخي؟ وين رايح؟ قتلت ام الهجمة. الله يقدرني على الهدف الثاني. اما هدفين واسستين والله صعبة، والله صعبة يا اسامة، والله صعبة. الحمد لله. يا ساتر، وش التبديلات هذه كلها؟ بعدنا دقيقة 60. هدي هدي مدرب، ايش فيك؟ اضغط عليه اضغط عليه. ما شفته والله مرتدات فريقنا شغال. اضغط عليه. شو المرتدات يا اخوان، ركزوا. هي 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 هي. عبيله كف. اي صح عليك. هذا الاسيست الاول، يعني هدف واحد واسيست واحد. والله صعبه يا اخي، ايش التحدي اللي ما له داعي هذا يا اسامه؟ اختار واحده اسيستين ولا هدفين. دقيقه 67. والله يمدي، والله يمدي، والله انا فاشخين دورتموند. ما ادري ليش المركز الثاني. لا 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 لا، نمزح نمزح نمزح، والله نمزح نمزح يا دورتموند نمزح. كفو يا حارس. ايوه ثلاث مهاجمين. حط تغيرت تشكيلتنا ولا ايش؟ اسحبك يا حلو حلو. ايش فيهم ضاغطين كذا يا دورتموند؟ ريلاكس حبيبي ريلاكس. شوف كم واحد. الله تكفى تكفى، اسيست ثاني. صح يا كابتننا الغالي. شوف من بعد دقيقة 60 قال لهم المدرب ما ابغى اشوف واحد ورا، بس مساكين ما قدروا يمسكون الكورة. والله لعبناها صح. يمدينا يمديني، والله يمديني، والله يمديني، والله يمديني، والله يمديني. ها باقي اسيست واحد، باقي اسيست واحد. 4-0. والله يا انها شماتة يا دورتموند. ايوه سلام عليك. اشكركم اشكركم. باقي اسيست واحد، اسيست واحد، اسيست واحد، اسيست واحد، اسيست واحد. يا اخي باقي شيء واحد في خاطري بعد. ها باقي شيء واحد في خاطري. تحدي من هنتر يقول لي تسديده من الخارج. يا اخي اليوم اليوم ما ضبطت معي، اليوم ما ضبطت معي. انا قلت هنتر متحديني انا، ما هو بتحديك. يخرب. شوف كيف ضاغطين. والله لو تشوتون لين لين. كفو عليك. والله لا لا صح صح
صح لمن هذا صح. ابغى تسديده من خارج تكفى. لا 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 قتلت الهجم. دقيقه دقيقه الملطشهم كان باقي بس التحدي هذا من هنتر. دقيقة 8-8 باقي دقيقتين. يمدي يلا يا جماعة اضغطوا عليهم ارتبكوا. اقول لكم رب الكعب ارتبكوا. لا 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 تلعب لي اياها كيف يا فريقنا. اقسم بالله يا اخوان انه صار يفتح لي من جميع الاطراف. بطلب كورة يا تحدي اسامة وكسرناه. تحدي هنتر كل الحلقات الماضية أجيب أهداف من برا 18 فهنتر يعني نكسرها. إيش التقايم السيئة هذه؟ قله أنا أخذت تقايم الفريق كله. ترو تشالنج وربي ترو تشالنج جاني شو اسمه أتشيفمنت في ستيم. عندنا مباراة الربع النهائي. خلنا من الربع النهائي وين التقييم. فرجين هو يسجل هدفين في فوز هوفنهام على دورتموند وأسستين. طيب لا تنسى جابوه في الأخبار تحديك يا سام. مش تبى بعد هوفنهام 45 والبايرن 54. قربنا يا إخوان قربنا. باقي لسه مباراة مع البايرن وباقي مباراة مع دورتموند. بس والله العظيم إنه صعب الوضع لأنهم مش قاعدين يخسرون من أي فريق ثاني. دورتموند خسارة واحدة بس تخيلوا يا إخوان. والبايرن خسارتين ومش مننا. من اللي فاز على بايرن ما فاز على دورتموند. مدري في شيء غريب في هذا الدوري. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم يا جماعه. لا تنسون اللايك وتكتبوا لي تحديكم في الكومنت. يعني يا ريت تجيبوا لي تحدي يا اخوان يعني يسوى. عرفت ابذل مجهود. انت تحدياتكم مع الاحترام الشديد يعني عرفت. وبس نشوفكم ان شاء الله على خير. والله امزح تحديات معقوله. حياكم الله.